كتاب كيسا سنن كوكورين أي وحن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وكبر النقضي قفكي قال كيسكوش بها حق عقيدة حق اللبسك حق النقمضة حق يعني عيده ذا اسكو أكيسية قفك النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وكبر النقضي حديث ترمذي ورنا النبي وحكوير صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود والنصارى وحور النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أنه نقمد معها قفك اسكو أكيسية يهود يكرشتنك يهود يكرشتنك قفك اسكو أكيسية نقمدو دي أو كلا سمعية أو فيستدو دي أو كلا سمعينية أو دبالدقيدو دي أو كلا سمعينية أو سندك عصوب مركا يود دبالدقيان أو هب نيو يار يود دبالدقيان قفك دبالدق نوع عاص أو كلا سمعية مركا أي كريسماس كا يود دبالدقيان قفك سلاس أو كلا يود دبالدقا أنك أنك مد معهن أيور نبي صلى الله وسلم وبارك عليه إذن مركا أوغاو ولالك يغا مسلم كاهو هذا دبال دقة سنة كعصب هذا دبال دكتيد أو قالد أو يود دبال دقة يان أو هتل كاقة عاد قرحسيد أو هتل كاقة عاد كساعدد أو قاري كاقة عاد كساعدد دات كماركتا دبال دقة قالد كوافقيا أما عيد قالد كوافقيا هتل كاقة عاد فراشتيد أو هتل كاقة عاد كإجارتيد وحا عاد سمين يسا أوغاو وفعل أو كاقة بري النقضي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وحا عادنا لمن يسا إساقو بري كان نقضي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه إلهينا كوما بركين دونو عافمات كاغا إيا هانتي دادا إيا الدنيا دادا إيا آخرة دادا إلهي كوما بركين دونو لأنه حوي وحاد حليل لسميسي أما أدنو ليني بغنكي عدوغي إلهي قالدو عدوغي إلهي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلهي وحويري دادك عدوغ أنيغا إياه هكذا يقولون الضد على حريرسان سيدي قف إلهي وكتل المامي عدو وكتل المامي وعدو غير ربي وجرتان كالربي يعني كسوه رجيدة ونبي الله عيسى وآمنسان إنو إلهي هاي أما بدبادية ويهي أما ويل إلهي ويهي قف وآمنسان سيدي وقوافق ذي لغن كاغا سيدي ما ركتاها يعني أدقه هوتيل لدى داد وقسو دوين لغمض النوع عاسو كلاة سيدي أوغيد أي مدى إسلام كاوحا يكدقين إن عيدها قال هذا إن لقوا وافقوا إن يسندين تأقلين حتى وحجرة شيخ حنفي آها والله رنجري أبو حفص النسفي من أئمة الحنفية استقوا ماشي وقدم بيسوب قارسيي مالين تقال هذا أي عيدي سنيان المهرجان كأي لقيان وحا أوجر شيخ سي أبو حفص النسفي سيدا وسوق قورينا يو حافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وكسوق قورينا يو وحوير من أهدى فيه بيضة فقد كفر ما لنت قالت وحوير أي دبال دقيان أو صنتك أيود دبال دقيان أو عيده هذا أيود دبال دقيان قفكي هل أكون قف هدية أقوكية إساقو أرجي هذا إنو قالت عيدا يدبال دقان أكو وافقه أكون قفكي قف هدية ما لنتا إساقو قالت أكو وافقه يكون فرح سن عيده هذا فقد كفر وقال أبوير حافظك كسو قوريي شيخا ليراهو أبو حفص النسفي من أئمة الحنفية حتى علماء قارا قبا إن لغو قالوا بيعيدها يعني قال هذا قيب حنفية ذا كم ذا قيب حنفية ذا كم ذا وحي قبان عيدها قال هذا إن لغو وافقوا إن حتى أيتهاي يعني قال لما أيتهاي أوقفكو وكو قالوا بيو سيدا أوقيت مركب والعليال نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه سيدا أوقدق يي أمديسة إن أي كوكت سومان أما أي وافقان عيدها يدبال دقيرة قال هذا حديث كي إمام أحمد يا أبو داود يا النسائي سد حدود بأي ورينيين وحاو تلمام يي قدم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما حديث كي سوحو تلمام يي إمام أحمد يا أبو داود يا النسائي ورينيين نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحاو صوق علي مقالة مدينة المنورة أيجا أو له هر مدينة لما معلومات أو الدبال دكان أو أي عياران لما معلومات هر مدينة أي عياري جيرين أيو النبي وقولي مثل الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه